بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت وجروب عائلة البرمجة. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 24 من كورس إنشاء برنامج الفواتير بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. لو أول مرة تسمعني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك على الفيديو. النهاردة هنتكلم في جزئيتين مهمين وهم يعتبر آخر جزئية في جزئية الصلاحيات. اول حاجه ان احنا عايزين نامن الكنترولر بتاعنا وهنشوف هنامنه ازاي في الدرس النهارده، زائد الحاجه الثانيه ان احنا كنا عاملين حاجه اسمها الاستاتيوس مفعل او غير مفعل، عايزين ان احنا نجربها، يعني نعمل يوزر وبعد كده نوقف اليوزر ونشوف هل هو يعرف يدخل على السيستم او لا، ونعمل له مثلا اعاده مثلا ان احنا نفعله له ثاني ونشوف هيدخل معانا على السيستم او لا. طيب في البدايه طبعا احنا شغلنا برنامج الاكزام وخلاص تمام وعرفنا السيرفر بتاعنا وظبطنا المشروع بتاعنا، وده كان المشروع بتاعنا. طيب مبدئيا المفروض في الدرس السابق تكون انت ظبطت الصلاحيات بتاعتك بالشكل ده، يعني لو رحت على الانفويسز مثلا، رحنا على الريسورس، اروح على الريسورس وبعد كده الفيو وبعد كده الانفويسز وبعد كده الانفويسز هنا، المفروض بالشكل ده انت تكون ظبطت الصلاحيات بتاعتك بناء على الصلاحيات اللي انت حطيتها، يعني محذف الفاتوره، تعديل الفاتوره، تغيير حاله الدفع، الحاجات اللي هي الكان والاند كان، انت المفروض ظبطت كل شيء. طبعا انا عرفتك في الدرس السابق الجزئيه ازاي، وانت هتظبط الصلاحيات على حسب الصلاحيات اللي انت عملتها كرييت في جزئيه السيدر اللي هي كانت هنا في الداتابيز في السيدر اللي هي في السيد، وكنا احنا عملنا بيرميشن هنا. طبعا الصلاحيات اللي انت ضفتها هنا بتكون انت مظبطها في الصفحات بتاعتك بناء على الكان والاند كان، وبعد كده بتبدا تعمل كرييت. كذلك برضو بالنسبه للديفولت يوزر اللي هيكون موجود على السيستم هيكون وضعه ايه، اسمه او اليوزر نيم او الباسورد، وايه الرولز بتاعته او الكلام ده كله. طيب لغايه الان احنا تمام وزي الفل. طيب احنا اول جزئيه عايزين نعملها النهارده ان احنا عايزين نامن الكنترولر بتاعنا. ازاي عايزين نامن الكنترولر بتاعنا؟ تعالوا كده نعمل مثال بسيط ونشوف فكره ان الكنترولر متامن او مش متامن. طيب في البدايه انا هروح على مستخدم جديد. طيب خلينا بس نحط صلاحيه الاول، هنحط صلاحيه مثلا سي مثلا اسمها يوزر على سبيل المثال، هنحط طبعا رولز هنا اسمها يوزر. كلام جميل. اليوزر ده هياخد ايه؟ هياخد قائمة الفواتير، هياخد الفواتير المدفوعة والمدفوعة جزئيا، تمام؟ وهيظهر له حاجة تانية. ايه هي؟ نظهر له مثلا سي على سبيل المثال نقول له مثلا التقارير، يشوف تقارير الفواتير بس، تمام؟ ونعمل عملية حفظ بس، هو مش هيشوف غير الثلاث حاجات دولت، تمام؟ لغاية الآن احنا تمام. المفروض دلوقتي هروح أكريت يوزر نيم عادي، هنسميه وليكن سي مثلا هنا، نقول له مثلا احمد، والايميل بتاعه اي حاجه بس عشان ندخل بيه، اس اي مثلا @yahoo.com، الباسورد بتاعه 123456 123456، والراجل ده الصلاحيه بتاعته يوزر، تمام. لغايه الان احنا تمام. تعالى هنا كده ندخل بيه هنا، خلينا نفتح الايدج ونشتغل عن طريق الايدج افضل. اخد بس اللينك بتاعي مره واحده عشان ما اقعدش كل شويه، انا بس بفتح في الايدج بحيث ان انا افتح لك في متصفح تاني خالص عشان نشوف الفكره ازاي. المفروض دلوقتي الراجل ده كان الايميل بتاعه ايه؟ هنا اس اي ومن 123456، تمام. المفروض عمل عملية تسجيل، عمل تسجيل دخول، قال لي الفواتير، الراجل ده له قائمة الفواتير، الفواتير المدفوعة المدفوعة جزئيا، وله التقارير تقارير الفواتير، بناء على الصلاحيات اللي أنا اديتها له هنا. طيب، لغاية الآن إحنا تمام وزي الفل. طيب، نتخيل إن الكنترولر بتاعنا مش محمي دلوقتي، إحنا مش عاملين له حماية في الكنترولر نفسه، تمام؟ طيب، أنا هنا دلوقتي عندي ده لينك الصلاحيات رولز، تمام؟ ده الرولز بتاع الصلاحيات. نفرض ان الراجل، طبعا الراجل المفروض ملوش احقيه يدخل هنا خالص ولا يشوف الكلام ده خالص. طيب نفرض ان الراجل عارف اللينك، الراجل اخد اللينك كده وحفظه وعرفه، تمام، وراح جاي هنا في اللينك ده وراح عامل كده، ايه اللي هيحصل معاه؟ اللينك فتح معاه، اي نعم مفيش له حاجه هنا، بس اللينك فتح معاه كلمه المستخدمين، مع انه اصلا ملوش الاحقيه يدخل على كلمه المستخدمين دي اصلا. يعني لو نلاحظ الراجل ده ملوش اصلا احقيه ان هو يدخل على المستخدمين، فبالتالي هو عرف اللينك،
اذا الكنترولر بتاعي مش محمي، مش معمول له حمايه. لا، في الحاله دي انا عايز ان انا مثلا لو هو اخذ اللينك وهو ملوش الصلاحيات انه يدخل على اللينك ده اصلا، ما يدخلوش على الصفحه اصلا من البدايه، هيدخله على الصفحات اللي تخصه. كذلك على مثلا دلوقتي قائمه المستخدمين، الراجل ده ملوش صلاحيات ان هو يشوف قائمه المستخدمين. تخيل الراجل ده عارف اللينك بتاع قائمه المستخدمين، وبالتالي اخذ اللينك وعمله كده مثلا على سبيل المثال. لاحظ، تخيل ايه ده بدا يشوف المستخدمين اللي عند، اوكي هو ملوش صلاحيه يشوف هنا عشان ملوش الصلاحيه ماشي، بس ان هو يدخل اصلا على الصفحه ده في حد ذاته انا مش عايز ان هو يدخل على الصفحه دي اصلا، وعايز ان انا احمي الصفحه بتاعتي او احمي الكنترولر بتاعي بحيث ان هو ما يقدرش يدخل على الكلام ده كله. اعمل الكلام ده ازاي؟ طيب في البدايه خلينا اول جزئيه اروح على ال HTTP على الكنترولر، خلينا نروح على اول حاجه على الرولز كنترولر. لو هتتذكر في الدرس السابق كنت انا وقفت حاجه كده هنا، الكونستراكتور ده كنت انا وقفته، لا هرجعه. طيب تعال بقى نشوف ايه اللي هيرجع هنا والكلام ده كله. خليني بس ايه اشوف ايه الخطا اللي عندي. ده المفروض هنشيله، ده المفروض هنشيله. تمام، اول جزئيه في ميدل وير تبع الباكج الموجود عندي، في ميدل وير تبع الباكج موجود عندي، بتقول لي اول جزئيه البرميشن بتاعت الراجل ده ايه اللي موجود عنده عشان في الحاله ديت يقدر يدخل على الاندكس. انا عايز بس على الاندكس، بس يقدر يدخل على الاندكس مثلا. يعني الراجل ده لو في بيرميشن معينه متاخده له هو يقدر يدخل على الاندكس بتاعت الكنترولر بتاعي ده. طب لو ملوش الصلاحيه دي ملوش الحقيه انه يدخل عنده. طيب تعالى نفرض على سبيل المثال كده دلوقتي انا جيت هنا اشوف بس البيرميشن بتاع الرولز انا كنت هعتله ايه، كنت مسميه ايه، اروح على الداتا بيز على السيدر على البيرميشن بتاع السيدر احنا كنا مسمينه ايه. اول حاجه اسمها كان في عندي حاجه اسمها عرض الصلاحيات. تمام، اول جزئيه الراجل ده لو واخد كلمه اسمها عرض الصلاحيات في الحاله دي له الاحقيه ان هو يقدر يدخل على البرميشن ده. تعالى سيب كل ده خالص مش محتاجه. الراجل ده لو عنده حاجه اسمها عرض الصلاحيات اذا هو هيقدر يدخل على الاندكس. معنى الكلام ان الكنترولر ده في انا بحميه بحاجه اسمها الكونستراكتور، بحميه بقول له الراجل ده له برميشن اسمه عرض الصلاحيات، لو انت لقيت له بيرميشن اسمه عرض الصلاحيات اه له الاحقيه انه يدخل على الاندكس ده، يقدر يشوف الحاجات دي هنا، يقدر يشوف الكلام ده كله. يعني يقدر يشوف الصلاحيات، عرض الصلاحيات ان هو يشوف الصلاحيات ديت اللي هي مثلا اللي هي اليوزر ومش اليوزر والكلام ده كله. طيب لو هو ملوش الاحقيه، يعني ملوش الاحقيه يشوفها، طلع له رساله. طيب تعال نجرب. المفروض دلوقتي الراجل ده انا ملوش احقيه ان هو يشوف الصلاحيات اصلا، صح؟ انا مش هعطيله صلاحيه ان هو يشوف صلاحيات، بس الراجل ده اخذ اللينك. الراجل ده دلوقتي اخذ اللينك. كلام جميل، وراح اعمل كده. وقلت له تاكيد، خلينا نشوف هل هيدخل ولا لا. لاحظ اول خطا، قال له مضمون الكلام ان سيادتك مالكش بيرميشن انك تدخل هنا اصلا، مالكش صلاحيه انك تدخل هنا. تخيل؟ اهو انا كده قفلت الكنترولر بتاعي اصلا في الحاله دي، انا كده بحمي الكنترولر، بقول له الراجل ده لو له حاجه اسمها عرض صلاحيه اذا دلوقتي هو له الاحقيه يشوف الاندكس، ان هو يشوف الاندكس اللي هنا. يعني طبعا هنا في المتغير ده في المتصفح ده. طيب تعالى انا هديله كلمه عرض الصلاحيات واعمل ريفريش اشوف هو هيقدر يدخل ولا لا. تعالى نعكس هنا كده، قلت له الراجل ده من صلاحيات اليوزر، بما انه يوزر معلش خلينا نشوف بس اعمل ريفريش كده. ده انا ما كنتش عاتل نفسي انا كمان، معقول؟ خلينا اتاكد الاونر كمان هو ملوش ولا لا. ده شكلها الاونر كمان ما كانش له صلاحيه. الاونر، طيب ثواني اوقف بس الكود لان ممكن انا مش عاتل الاونر الكلام ده كله. سلاش نجمة هنا سلاش. طيب خليني بس الايه الاول اجي هنا في المتصفح بتاعي بس اتاكد من الاونر
هل هو له حاجة اسمها عرض صلاحية ولا لأ؟ الراجل ده له عرض صلاحية. طيب كلام جميل، أتأكد بس معلش هنا، أنا بقول له لو البرميشن بتاعي هنا اسمه عرض صلاحية، في الحالة ديت له الأحقية إن هو يشوف الإندكس. طيب لغاية الآن تمام. خليني هنا دلوقتي أروح على اليوزر نشوف صلاحية اليوزر، أديله بس إيه عرض صلاحية ديت الأول. خلينا نشوف هنا اليوزر ده المفروض أنا عايز أديله حاجة اسمها عرض صلاحية، تمام، وأعمل تحديث. لغاية الآن إحنا تمام. خلينا نفعل كده الفعل بتاع الكود بتاعنا في الرولز. المفروض ده الاندكس بتاعتي، المفروض يدخل يشوف الاندكس هنا. طيب لغاية الآن احنا تمام. نجرب. لغاية الآن احنا تمام. طيب الراجل ده دلوقتي المفروض ان هو دلوقتي لو انا عملت ريفريش، طبعا هو خد بالك هنا هو كان هنا ملوش بيرميشن ان هو يشوف الرولز، صح؟ بس انا اديتها له دلوقتي. طب تعالى نعمل ريفريش كده ونشوف هل هيستمر على الخطا ولا لا. على طول راح مدخله. طيب كلام جميل، حلو قوي. اذا دلوقتي الراجل مضمون الكلام ان هنا انا لما قلت له عرض الصلاحيات، عرض صلاحيه، المفروض الراجل ده عرض صلاحيه يقدر يدخل على الاندكس. كلام جميل لغاية الآن احنا تمام وزي الفل. لغاية الآن ممتاز. طيب الخطوة اللي بعد كده المفروض انا عايز اضغط هنا يوديه على صفحة اسمها ايه، كرييت على ما اعتقد، اللي هي عرض الصلاحيات. ادي اليوزر تمام. خلينا ندخل هنا. طيب خليني اجرب هنا اعمل كلمة عرض. ممتاز، دخل عليها. لغاية الآن احنا كويسين. طيب اذا دلوقتي انا مضمون الكلام هنا، انا بحمل الكنترولر بتاعي بقول له لو الراجل ده له صلاحيه، مكتوب عنده صلاحيه اسمها عرض الصلاحيات، عرض صلاحيه، يقدر يدخل على الاندكس بتاعت الكنترولر بتاعي. كلام جميل قوي، حلو. طيب نفرض على سبيل المثال انا هرجع هنا تاني على صلاحيات اليوزر نفسها هعدلها. طبعا انا ماليش احقيه ان انا اشوف ايديت هنا، صح؟ هنا الراجل المفروض دلوقتي انا اشوف ده، انا الاونر وماليش الكلام ده كله. انا هنا بقول له لو الراجل له، هنا احنا كنا كاتبين بيرميشن، تعالى بس اشوف، احنا كنا كاتبين تعديل صلاحيه. طيب المفروض دلوقتي اظبط بس الكنترولر نفسه، قلت له لو الراجل ده له تعديل الصلاحيه يقدر يدخل على الايديت ويعمل ابديت. طيب لو له حذف صلاحيه يقدر يروح على الديستروي. كلام جميل. هنا الراجل ده لو له حاجة اسمها إضافة صلاحية يقدر يروح على الكرييت. هيقدر يروح على الكرييت ومنها يعمل ستور. هيروح لو عنده تعديل صلاحية هيروح على الإديت ويقدر يعمل أبديت. لو حذف صلاحية يقدر يروح على الديستروي. طب كلام جميل قوي. نعمل ريفريش هنا على الأونر، المفروض الأونر الدنيا دي كلها تشتغل معاها دلوقتي على طول. طيب كلام جميل، اشتغلت معاه وتمام زي الفل. انا هاجي دلوقتي هنا على سبيل المثال هشيل عرض الصلاحيه للمستخدم اللي انا كنت عاملها له وقلت له تاكيد. انا كده شفت عرض الصلاحيه منه. اذا دلوقتي الراجل لو جه هنا يعمل ريفريش عشان يشوف صلاحيه المستخدمين، المفترض يديله خطا يقول له بيرميشن انك مالكش صلاحيه انك تدخل هنا. اهو تعال نشوف على طول، دايركت على طول. طيب الراجل دلوقتي انا عندي حاجه اسمها اضافه صلاحيه، صح؟ دلوقتي الراجل ده المفروض يضيف صلاحيه. طب هو اخد اللينك ده وراح رايح هنا حب يعمل ذكي عليا وبيضغط هنا، لاحظ هو ملوش اصلا صلاحيه فبالتالي مش هيدخل. طب تعالى خليني هنا اديله صلاحيه. خلينا نروح على المستخدمين، صلاحيه المستخدمين، اقول له اليوزر ده له الاحقيه ان هو يضيف صلاحيه. حاضر، عندي هنا اضافه صلاحيه، اهو اضافه صلاحيه، قلت له تاكيد. طيب اذا دلوقتي الراجل هنا لو عمل ريفريش بالتالي على طول دايركت على طول هتفتح الصفحه معاه، هتفتح الصفحه ان هي تفتح صلاحيه له، اهو قدر يحفظ الصلاحيه. طيب كلام جميل. طيب الراجل ده دلوقتي عايز يحذف صلاحيه،
لو له أحقية هيبالتالي هتظهر له كلمة الحذف. طب تعالى نشوف هنا، خلينا نرجع نديله، هنديله حاجتين، هنديله عرض وحذف. طيب الراجل ده هنديله في اليوزر ان هو يقدر يعرض صلاحية ويحذف ويعدل. كلام جميل. اذا دلوقتي الراجل ده بيشوف كل حاجة. طيب كلام جميل. اذا كالتالي الراجل ده دلوقتي المفروض رايح على الرولز. هل يقدر يشوف الرولز؟ يقدر يشوفها. لاحظ، شوف الحاجات دي كلها ظهرت له اهي. تخيل الحاجات دي كلها ظهرت له. طب انا اصلا في البدايه لو ما كنتش عاتله التعديل هنا، لاحظ تعالى كده بس الاول اقول له الراجل ده عرض الصلاحيات بس، الراجل ده لا يقدر يعمل تعديل ولا يقدر يعمل حذف، هو بيضيف وبيعرض. كلام جميل. وقلت له لو سمحت هنا ريفريش، لاحظ ايه اللي هيحصل. تخيل اختفى كل حاجة بتاعت التعديل والحذف، بقاله الإضافة، لو ضغط عليها هيشتغل معاه لأن أنا أصلاً عطيله الإضافة. إذا دلوقتي أنا هنا في الكنترولر بتاعي بديله البرميشن، بقول له لو الراجل ده عنده حاجة اسمها عرض صلاحية بناء على البرميشن اللي أنت حاطه في الصفحة بتاعتك. بقول له الراجل ده عرض صلاحية، لو لقيت من ضمن المميزات له حاجة اسمها عرض صلاحية، له الأحقية ندخل على الإندكس بتاعي، أعرض له الصلاحيات. طيب لو لقيت عنده حاجه اسمها اضافه الصلاحيه، يقدر يدخل على الكرييت ويعمل ستور حفظ. طيب كلام جميل. لو لقيت عنده حاجه اسمها تعديل صلاحيه، الراجل ده يقدر يعمل اديت ويقدر يعمل ابديت. طب لو لقيت عنده حاجه اسمها حذف صلاحيه، يقدر يعمل ديستروي. اذا في الحاله دي انا امنت نفسي وامنت الكنترولر بتاعي. تخيل بقى لو الكنترولر بتاعك مش متامن. تعالى كده نعكس الدنيا، نقول له سلاش نجمة سلاش، نوقف كده وتعالى نيجي هنا كده نقول الرولز. الراجل ده بقى خلينا نروح بقى، المفروض دلوقتي الراجل ده يعرض صلاحيات، يقدر يدخل على اي صلاحية، يقدر يعمل اللي هو عايزه والدنيا زي الفل. مع ان خد بالك انت في صلاحياتك اصلا هنا، تخيل انت في صلاحياتك هنا مش عاتله كده، انت مش عاتله الصلاحيات دي. انا في اليوزر هنا ما بقولش له ان هو مثلا ان هو تعديل صلاحية. طب تعالى شوف كده، خليني ان انا هروح على هنا، اجي هنا على الصلاحيات، يعتبر دلوقتي انا هدخل على لينك التعديل اهو، انا داخل على الايديت صح، مع ان الراجل ده ملوش الاحقيه ان هو يعدل. طيب الراجل ده اخد اللينك اهو، عرف اللينك بالصدفه وعمل ايديت، لاحظ هيفتح معاه التعديل والدنيا زي الفل، والراجل يعدل وتمام وزي الفل. شوف يقدر يعدل اهو، يقدر يعدل ويقدر يعمل تحديث ويقدر يعيش مع نفسه ويضيف لنفسه صلاحيات. فده في حد ذاته غلط، ما ينفعش ان الكلام ده يحصل. اذا دلوقتي انا بامن نفسي من اكتر من جزء، اول حاجه بديله صلاحياتي من عندي، زائد ان انا بامن الكنترولر بتاعي لما يدخل سيادته على الكنترولر. الكنترولر بره كده الكونستراكتور بتاعي هيبص هنا على الصلاحيات اللي موجوده له. انت عندك حاجه اسمها عرض صلاحيه، اتفضل انت تقدر تدخل على الاندكس. طب انت معاك اضافه صلاحيه، تقدر تدخل على الكرييت وتعمل ستور. طب انت عندك تعديل الصلاحيه، تقدر تدخل على الايديت وتعمل ابديت. عندك حذف للصلاحيه، تقدر تعمل ديستروي. طيب ما لقاش عنده الكلام ده كله، بالتالي على طول دايركت على طول هيطلع له الرساله دي، يقول له خد بالك انت ايه اللي جايبك هنا، انت مالكش اي صلاحيه انك تدخل على اللينك ده، انت ازاي تدخل هنا اصلا، الصلاحيه بتاعتك مالكش الحقيقه انك توصل في الحته دي. فهمتوا الفكره يا جماعه؟ اتمنى تكون الفكره واضحه، ودي هتنفذها على كل الكنترولر اللي موجوده عندك في البروجكت بتاعك، تامن كل كنترولر بناء على كل صلاحياتك. طيب لغايه الان احنا كده فهمنا، اعتقد ان الجزئيه دي سهله جدا ومفيش فيها اي مشكله. طيب الجزئيه الثانيه اللي احنا هنتكلم عليها، ان انا دلوقتي على سبيل المثال عندي يوزر مثلا، سي مثلا انا ببيع السيستم ده لشركه، والشركه دي بتدفع لي ايجار شهري مثلا، سي مثلا وليكن 100 جنيه كل شهر. فانا جيت يوم 30 المفروض في ايجار شهري مستحق على الشركه ديت ان هم يحولوا لي المبلغ. الشركه قال لي النهارده بكره، طب اصبر عليا، طب مش اصبر عليا. طيب انا عايز عندي يكون كنترولر او عندي كنترول ان انا اقدر اوقف اليوزر بتاعك، بس في نفس الوقت انا مش هحذف حاجه من الداتا بيز ولا احذف الداتا بتاعتك ولا احذف ايه، انا كل المضمون الكلام ان انا عايز اوقف اليوزر بتاعك. طيب اوقف اليوزر بتاعك وبعد ما تيجي تدخل على السيستم البرنامج ما يفتحش معاك، يدي لك رساله غلط يقول لك في خطا في اليوزر نيم والباسورد، مع ان هو كاتبه صح، كاتب اليوزر نيم والباسورد صح، بس يديله غلط. طيب الراجل ده يرجع لي يقول لي معلش انا تمام خلاص وسددت، اتفضل المبلغ بتاعك اهو. اروح انا داخل على السيستم اقول له تفعيل، افعله له تاني، ففي الحاله دي يقدر يدخل. طيب تعال نشوفها اكتر. انا دلوقتي عندي هنا مستخدم اسمه احمد صح،
انا عندي هنا احمد اهوت، والراجل داخل على السيستم عادي. طيب لغايه الان مبدئيا الراجل ده دلوقتي له يوزر نيم وباسورد بتاعه، ادى اليوزر نيم، ادى 1 2 3 4 5 6. الراجل ده قدامي فعليا هو متفعل، اه بيعمل تسجيل دخول، الراجل ده بيدخل عادي على السيستم وتمام وزي الفل وكل شيء تمام. انا عايز دلوقتي اوقف اليوزر بتاعه، اوقف اليوزر بتاعه ازاي؟ طيب هروح عندي هنا على المستخدمين، عندي حاجه اسمها قائمه المستخدمين، عندي واحد اسمه احمد، اول حاجه هروح رايح على تعديل لليوزر، كلام جميل، هغير الباسورد بتاعه مثلا، انا بقى هغير الباسورد بمزاجي، اخليه مثلا سي مثلا نفس الرقم عشان مثلا اكد لك ان هو نفس الرقم مش هيعرف يدخل برضه، كان 1 2 3 4 5 6. حلو، انا بامن نفسي بتغيير باسورد وحاجه ثانيه، ادي 1 2 3 4 5 6. حلو، الباسورد هو نفس الباسورد، بس هنا قلت له ايه؟ الحاله غير مفعل، وقلت له تحديث، انا مش عايزك الحساب ده مش متفعل. حتى لاحظ كمان هيظهر ايه؟ ظهر لي باللون الاحمر. طيب كلام جميل، احمد دلوقتي حاول يدخل على السيستم هنا اهو، الراجل كتب 1 2 3 4 5 6 وده تسجيل دخول. لاحظ ايه اللي هيحصل معاه؟ هيقول له يوزر نيم باسورد غلط. طبعا احنا نقدر ان شاء الله نهندل الكلام ده كله ونخليه بالعربي عادي، ادي 1 2 3 4 5 6. شوف لو الراجل قعد من هنا للصبح مش هيقدر يدخل على السيستم، هيقول له فيني خطأ في اليوزر نيم والباسورد، مع ان هو كاتب الباسورد صح من 1 ل 6، وبرضه هيقول له في غلط. طيب هروح راجع هنا تاني على احمد، طيب الراجل اداني الاشتراك بتاعي وتمام وزي الفل، قلت له خلاص ماشي يا عم حاضر انا بفعل لك اليوزر نيم والباسورد بتاعك. طيب ادى الباسورد 1 2 3 4 5 6، وادى الباسورد 1 2 3 4 5 6. لا الراجل ده حالته هتبقى متفعله، واعمل له تاكيد. في الحاله دي انا فعلت اليوزر روت. طيب كلام جميل، روح يا احمد جرب 1 2 3 4 5 6. بسم الله، لاحظ على طول راح شغال البرنامج. طيب الحاجه دي بقى او الكود ده اتعمل ازاي واتعمل فين؟ طيب تعالى اول جزئيه هروح هنا على ال HTTP، هروح على حاجه اسمها الكنترولرز، وبعد كده هدخل على الاوث، وبعد كده هدخل على صفحه اللوجن، لان دي البدايه، دي اللوجن بتاعتي هنا اهو، هو المفروض هنا دلوقتي صفحه اللوجن هنا اهو، هو في البدايه هنا المفروض دلوقتي الراجل ده في اللحظه اللي الراجل ده بيضغط تسجيل دخول فيها بيعمل عمليه تشيك اب. بيعمل ايه؟ اول حاجه في فانكشن جوه هنا انا حطيتها، الفانكشن ده مضمون الكلام بتاعه، بقول له اول حاجه انت هترجع لي بالايميل اللي جاي من الايميل من. طيب خلينا اقول معلش انا حطيته هنا، انا كنت مستخدمه قبل كده في حاجه ثانيه في يوزر نيم وباسورد، تمام؟ قلت له انا عايزك ترجع لي، هترجع لي الايميل بالايميل والباسورد بالباسورد، وتروح تتاكد الاستاتيوس بتاعته مفعله. لو لقيت الثلاثه دول تمام، يعني اول حاجه لقيت الايميل والباسورد والحاله مفعله، الحاجات دي موجوده جوه الداتا بيز ومظبوطه تمام، اتوقع الله نخليه يدخل على السيستم. طيب ما لقيتش الكلام ده كله ما تدخلوش، ادى مضمون الكلام، ادى الجزئيه دي، ان انا بقول له ريتيرن ايميل ريكويست ايميل، الريكويست اللي جاي لك من الايميل والباسورد اللي جاي لك من الباسورد والاستاتيوس مفعله، لو سمحت روح على الداتا بيز الاول اتاكد الحاجات دي صحيحه ولا لا، اليوزر نيم بيساوي اليوزر نيم والباسورد بيساوي الباسورد والحاله بتاعته مفعله ولا مش مفعله. طب لقاهم مظبوطين، اذا الراجل ده دايركت على طول هيدخله 1 2 3 4 5 6، عمل تسجيل دخول، فبالتالي دايركت على طول هيدخله على السيستم بتاعي. طيب ما لقاش الكلام ده كله اهو، الراجل هنا رحت موقفه، معلش تعال نرجعه تاني ان احنا ايه نوقف اليوزر بتاعه، نقول له هنا 1 2 3 4 5 6، انا بتعمد اديك نفس الباسورد عشان المستخدم هيدخل بنفس الباسورد مثلا، قلت له غير مفعل، قلت له تاكيد. طيب نلاحظ حاجه، تعال نشوف الداتا بيز الاول، بس الاول تعالى هنا كده الداتا بيز بتاعتنا بعد ما قلنا له غير مفعل، ادي الداتا بيز وبعدين اليوزر، انا عندي يوزر تاني هنا اسمه احمد صح اهو في الداتا بيز بتاعتي، كمل كمل كمل، الاستاتيوس بتاعته ايه؟ غير مفعله، يعني الحساب ده موقوف. طب كلام جميل، احمد حب يعمل ذكي عليا هنا، خلينا بس نعمل ايه تسجيل خروج، الراجل ده بيحاول يخرج من على البرنامج، 1 2 3 4 5 6 وعمل تسجيل دخول، لاحظ مش هيدخل على البرنامج، 1 2 3 4 5 6 مش هيدخل على البرنامج. طب تعالى كده غير بايدي من الداتا بيز كده، خليني بلاش من هنا، انا عايز اغير من الداتا بيز واشوف فعلا هيدخل ولا لا. هنا قلت له ديت، تعالى قلنا له
مفعم. تمام، انا قلت له هنا مفعم. حلو قوي، عملت هنا ريفريش وقلت له الراجل ده هيدخل 1 2 3 4 5 6، هيدخل على السيستم على طول. ليه؟ هو راح دلوقتي اخذ اليوزر نيم والباسورد والحاله، بص على الداتا بيز لقاهم الثلاثه بيساوي اللي موجود في الداتا بيز ومفعلين. الراجل دول احقيه انه يدخل على الداتا بيز، على السيستم بتاعي. لقاهم غير مفعله، ففي الحاله دي دايركت على طول ايه، هيطلع بره. تمام، تعال نعمل هنا ريفريش، عندها نلاقي ده اتغير بقى مفعل دايركت على طول. طيب دي جزئيه، في ناس ممكن تعملها بجزئيه ثانيه. ايه هي؟ ممكن انا اعمل كرييت للميدل وير، اعمل ميدل وير اسمه مثلا تشيك رولز مثلا او تشيك ستاتيوس، واقول له هنا مثلا على سبيل المثال في الهوم، مثلا على سبيل المثال تعالى كده بس اشرح لك الجزئيه. بدل ما تعمل الجزئيه ديت في الكنترولر، ممكن تعملها في حته ثانيه، تقدر تستخدمها باكتر من طريقه. انا ممكن اجي هنا على الراوتس على الويب، انا عايز هنا في صفحه الهوم، انا مش عايزه يقدر يدخل على الهوم هنا غير لما يكون معمول له تشيك على الاستاتيوس بتاعته. طيب هعمل ميدل وير، ممكن اكريت ميدل وير مثلا على سبيل المثال هنا، افتح ميدل وير هنا في الاب اتش تي تي بي ميدل وير، هضيف ميدل وير هنا. انا عايزك تدخل بنفسك انت تجربها، ادخل نفسك بنفسك انت جربها، انشئ ميدل وير عن طريق اللارافيل، وخلي الميدل وير ده مضمون الكلام ان هو هيشوف الحاله، لو مفعله يدخله، لو مش مفعله يديله رساله خطا، وخلي الهوم هنا تمشي هنا مع الميدل وير اللي انت هتضيفه. يعني انت هتضيف ميدل وير هنا، هتكتب الميدل وير بتاعك وتضيفه. اذا هنا النيم او الهوم هيعمل تشيك اب على الميدل وير اللي انت عملته، لو الحاله دي مظبوطه هيدخله هنا على الهوم، طب لو الحاله مش مظبوطه برضه هيدخلها على الهوم. دي انا هسيبها تاسك ليك لو عايز تعملها بالطريقه الثانيه، انك تنشئ ميدل وير مضمون الكلام، تقول روح على الداتابيز اتاكد لي اليوزر نيم والباسورد والحاله مفعله ولا لا، لو تمام، لو هو تمام يكمل، طب لو مش تمام لا ما يكملش، ويطلع له رساله يقول له حسابك موقوف او ايا كان او الكلام ده كله. ده فكره الرولز اللي احنا عملناها، وده فكره صلاحيات. طبعا اتوقع خلينا بس نشوف الدرس فاضل ايه، 27 دقيقه. طيب ده الفكره بتاعه الصلاحيات، دي الفكره بتاعه الرولز وعمليه الاستيتس. اتمنى تكون فكره الصلاحيات وصلت ليك، اتمنى تكون فكره الاستاتيوس والحالات والكلام ده كله وصلت ليك. وبشكركم جدا على دعمكم ليا، وبشكركم على الكومنتس اللي بتجيني دايما باستمرار وبشكل مستمر، وان شاء الله انا مكمل معاكم باذن الله، باذن الله لو اراد ربنا واحيانا هكون موجود معاكم ان شاء الله لاخر فيديو، على باذن الله هنرفع على استضافه، وبكده يبقى الامور كلها تمام. طيب الجزئيه الثانيه ان شاء الله يا باشمهندس اللي هنبدا فيها ايه؟ ان شاء الله من اول الدرس الجاي هنبدا في عمليه الريبورت، هنبدا في التقارير، نبدا نظبط التقارير بتاعتنا عشان نشوف بقى. طبعا انا قلت لك من نجاح اي سيستم هو الريبورت بتاعه. انا دايما لما باجي ادي تقييمي على السيستم ببص على الريبورت، ايه المخرجات اللي السيستم بيطلعها لي. انا ما يهمنيش الادخالات اللي دخلت ايه قد ما يهمني المخرجات. انا عايز دلوقتي اعمل تقرير عن عميل معين، عايز اعمل تقرير عن منتج معين، عايز اعمل تقرير عن قسم معين، في الحاله ديت عايز اقول له تقرير من الفتره كذا للفتره كذا يقدر يجيب لي الكلام ده كله، الحاله دي يبقى السيستم بتاعي قوي. لكن لو السيستم بتاعي ما بيقدرش يدي ريبورت بشكل كويس، اقول لا ده تعالى السيستم بتاعي فيه تقصير، او السيستم بتاعي مش قوي. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه وتكتب كومنت على الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.